مرحبا اعزائي الاصدقاء، اهلا ومرحبا بكم في مقطع فيديو جديد من شانل ميس مودلز. في هذا المقطع سوف نتحدث عن احدى افضل العارضات في العالم، تانيا روبيو او تانيا بومبون. تانيا عارية ازياء من اصل مكسيكي، اشتهرت بمشاركاتها صورها ومقاطع الفيديو الرائعة الخاصة بها كعارية ازياء على مواقع السوشيال ميديا خاصة في انستجرام وتيك توك. ولدت تانيا في المكسيك مع عائلتها واخواتها، وكانت من عشاق الموضة والجمال منذ صغرها، واختارت ان تعمل في نفس المجال، حتى الان قد جمعت اكثر من 1,500,000 متابع في انستجرام اكونت الخاص بها، وعملت كواجها ومروجا للعديد من ماركات الازياء الشهيرة. ومن المفترض ان تعرض قريبا مجلات الموضة والترفيه على الاغلفة التابعة لهم، وتقدر ثروتها الصافية اعتبارا من الان ب 950,000 دولار امريكي. مصادر دخلها من الاعلانات التجارية للعلامات التجارية والتأييدات، ويبلغ طولها 5 أقدام و8 بوصات، وتزن حوالي 79 كيلوغرام. Thank you for watching. لا تنسوا ان تستمروا في دعمنا للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو، واتمنى ان يكون قد نال اعجابكم جميعا هذا المقطع. فاذا كان الامر كذلك، لا تنسوا سبسكرايب ولايك وشير مع الاصدقاء وتفعيل جرس التنبيهات حتى لا يفوتك اي جديد نقوم بنشره. و ثانك يو، نراكم في الفيديو التالي. باي باي.